مرحبا بكم مشاهدنا الكرام في حلقة جديد من حصة أولاش المجاملة ليوم الخميس 25 مارس 2021. مرحبا بكم. اليوم معنا الناس يقولوا عليه إعلامي مسيس، إعلامي سياسي، سياسي إعلامي، كل واحد واش راح يقول، ولكن كاين الناس هدروا عليه بزاف. مثلا نعطي لكم اللي هدروا عليه يعني ب ب ب يعني اون ريزومي، بن بلة مثلا قال لك الله يرحمه، قال لك هو صحفي لا يجوز سجنه. بومدين قال لك شباب، شاب كيما هذا كي يكونوا شباب كيما هذا ما نخافوش على الجزائر. شادلي بن جديد الله يرحمهم كامل قال بلي صحفي يكتب بلي سبريت سال، يعني بروح بروح الملح. مهري عبد الحميد مهري قال يمارس العنف اللفظي ويشطرب بالكلمات. مسعدية قال يكتب بفحولة. حمروش قال يبرد القلب. بالخير العربي بالخير الله يرحمه قال لك صوروه لي كغول. بوتفليقة قال يجمع، سعيد بوتفليقة قال عبد العزيز بوتفليقة قال لك يجمع بين منحة الأدب وفنيات السياسة. كافي غالي كافي الله يرحمه قال لك يكتب برعونة. ومولود قاسم قال لك ليس له من خصال عقبة إلا الاسم. سعد بوعقبة مرحبا بك. أهلا وسهلا. شكرا لقبولي كده. قريت شوية برك من اللي هضروا عليك بزاف، هما تقريبا 18 شخصية اللي منشور الكلام تاعهم في الكتاب وهما حيين. يعني أنا اللي عجبتني تاع شادلي الله يرحمه قال لك تكتب لي سبريت سال. هذه تاع شادلي كانت في 91 في افتتاح السنة القضائية تاع 91 نزل على صحافة، أنا كنت مدير جريدة المساء، نزل على صحافة في خطابه في أمام القضاة في المحكمة العليا. فوزير الإعلام أبو بكر بن قايد الله يرحمه تقلق ويعرف تقدير الشادلي للحاجات اللي نكتبها أنا، فأحكمني من يدي وداني عنده، قال لي لعل يرطب يلطف الجو اللي داروه في الخطاب. لما وصلت عنده أنا عمري ما تلاقيت الشادلي، يعني في قبل هذا اللقاء عمري ما تلاقيته. قال لي قال له أبو عقبة قال لي أنت هو اللي نقرأ لكم أنا وما نعرفكش. قال لي بصح أنت تكتب لي سبريسال. قلت له سيد الرأس ولكن الدنيا لازمها الاسبريسال باش تنظف. خير مرحبا بك، شكرا لقبولك الدعوه. استبخيفي تكون معايا النهار الاثنين. ما كتبش اليوم كتب. مرحبا بك. نبداو سي سعد بوعقبه ونتحدثوا على الاعلام باش قبل ما ندخلوا للسياسه، قبل ما ندخلوا عباك عندنا سقف حريه، راح عندك واش تقول. نهضروا على الاعلام، واقع الاعلام في الجزائر الان. البعض يقول بلي كاش حريه التعبير تماما ولاش ما كاش، بعض آخر يقول لك سي كاين، بصح حنا برك المشكل في الصحفيين اللي ما يعرفوش كيفاش يغتنموا ولا كيفاش يفرضوا رواحهم في الساحه الاعلاميه. كاين الحاجتين، كاين ضغط ما لازمش ننكروه، والضغط هذا موجود قبل النظام القائم الان ويبقى بعده، وهو من طبيعه الاشياء موجوده في كل النظم انه يكون هذا. ولكن كاين ايضا استسلام من اهل المهنة، كاين استسلام من اهل المهنة، وكاين ارتفاع منسوب الفساد في القطاع هو اللي خلى مستوى الاداء الاعلامي يضعف، مستوى الحرية، مستوى الشجاعة في طرح القضايا يضعف، لان الناس ولات خاضعة ل أشياء تاع فساد. ولما تشوف باللي كل القطاعات مسها هذه الحملة تاع محاربة الفساد، حتى الإعلام مسوا ناس في الحبس بسبب الفساد، لأن فعلا المستوى المهني، التجربة تاعنا حديثة في المهنية، لأن عندها 30 سنة من اللي تم الانفتاح، من 90 تم الانفتاح، ولكن هذا الانفتاح تم 3 سنين والله وعاود تغلق
المجال يعني تقريبا 3 سنين ماهيش كافية ولا 4 سنين ماهيش كافية للانفتاح الحقيقي. وبالتالي زاد تعشت اللامهنية في القطاع الخاص الوليد وتخل الإعلام الفاسد المال الفاسد على الخط، أفسد ما التجربة الحديثة، وأيضا التدهور اللي موجود على المستوى السياسي انعكس أيضا في المجال الإعلامي. لأن خليني نكمل لك هذه النقطة برك، لأن من الحاجات اللي مست بالإعلام هو تحوله إلى ساحة للصراع السياسي، لأن الأحزاب ضعيفة، وبدل ما تتصارع بتنظيماتها وببرامجها تتصارع في الإعلام. وهنا المشاكل الموجودة، الضعف الموجود في السياسة انعكس في وسائل الإعلام. دكتور، حتى أن المقولة نسبت لك، قلت أن بعد 52 سنة من ممارسة الإعلام نحشم نقول باللي صحفي. صح، يعني تقريبا قلتها في لحظة غضب عندما حسيت باللي الجزائر كاملة تموج فيها آلاف المتظاهرين في الشارع ومؤسسات الإعلامية تتفرج عليها من الطاقة وما تصورهاش. يعني حسيت بال حسيت بال يعني لا مهنية أكثر من هذه ما كانش. يعني هنا يبين لك باللي تقريبا انعدمت صفة الإعلام في المؤسسات الإعلامية. اللي كي تعود من الطاقة تسمع من الطاقة تاع المؤسسة تاعك تسمع الصياح تاع الناس في الشارع وانت ما تبثوش. يعني باش نلحقوا وين كنت العمود تاعك اللي كان قالوا عليه باللي سي اون بلوم اساسين، تسمى قاتله في العمود تاع الخبر، تحكي لنا علاش حبست ولا حبسوك ولا كل واحد واش يحكي واش صرات؟ هي سي اون سانسور ولا لا لا ولا شوف ما هوش عمود قاتل، هو عمود حياة بالنسبة للسلطة. طبعا أزعم أنه عمود حياة بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للسلطة لو كانوا يفهموا إعلاميا، لأن بالعمود هذا قدمت خدمات جليلة للبلاد لو كان كاين المجال يسمح لها نقولها لك يعني وموثقة. موش فهو عمود يعني حياة ولا تحمل، غيرت الكثير من الأمور به في كثير من القضايا عندها علاقة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، صنعتها بالعمود هذا. والعمود هذا عنده تقريبا 30 سنة هو يصعب يخرج، و توقف 7 مرات من طرف السلطة، آخرها هذه المرة اللي توقف اسم السلطة اللي فرضت السلطة اللي فرضته اللي فرضت التوقف تاعه. و خيرته بين أن تلحق أضرار بالجريدة اللي نكتب فيها العمود هذا ولا نتوقف، فضلت نتوقف على أن تلحق الأضرار بالجريدة. اسم السلطة خيرت في الخبر مثلا، خيرت لهم يتحبسوا بعقبة ينغلقوا لكم، واضحة. وكانت العملية مقدمة قبل السلطة القائمة، يعني قبل الرئاسيات الأخيرة، قبل الرئاسيات الأخيرة، ولما كان بوتفليقة في الحكم تفاوضت الجريدة مع شقيقه سعيد حول إنقاص رعونة العمود مقابل فتح الإشهار عليه. وبالفعل قالوا لي من جملة الحاجات اللي قالوا لي، قالوا لي نقص ما عدتش تتكلم على الصور الكاريكاتيرية اللي تديرها للرئيس في عمود تاعك باللي راهو في 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 كروسة، وباللي كيحط جارب دو فلور يحطها على روحه موش على الحكم. يعني الجانب الإنساني في المرض تاعه، قالوا ما عدتش تركز على الجانب الكاريكاتيري لا إنساني في المرض تاعك. قلت لهم هذه ممكن ودرتها لأنها فعلا في بعض الأحيان مش مهنية. أنا ركز على ماهيش مهنية. أنا كنت الغضب يبلغ بيا مدائن إنه اللي مانيش مهني فيها في قضية كما هذه ودرتها. ولكن من بعد في العهد الجديد راحوا بعيد أكثر من هذا، قالك لا
الافضل اللي توقفت نهائيا وتوقفت ومانيش ندم. العمود الاخير تاعك كان على بالك باللي هذاك هو العمود الاخير اللي راح تكتبه؟ لا تسمى جاو لك لي الاخير ما خرجش. لان الاخير كتبته ما خرج. قالوا لك اليوم سي قال لك هذا غير ممكن يخرج. تشوفش باللي لو نديروا مقارنه بين عهد بوتفليقه والان من 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 حرية الصحافة يعني من 2 أبريل قبل 2 أبريل يعني إذا كان نقوله في عهد بوتفليقة بلك كانت 75% حرمان زادت ولا 80% هذا ما كان يعني 5% قليل هذا هي يعني صح. شفنا شوية انفتاح بين 2 أبريل وواحد شهر ولا شهرين كان شوي انفتاح كبير قوي طبعا لأن قبل ما بيت صالح يثبت روحه لأن ثم كانت كان ضروري ينفتحوا على الشارع لأن الشارع كان يغلي ولذلك باش يجيبوا معهم الشعب هذا اللي ظاهر ضد بوتفليقة لازم يفتحوا له شوية وهي كانت عملية سياسية غير إعلامية يعني كالكيلي يعني والدليل نمشي معاك تنوض على 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 القائم ولكن كي نستلم أنا ترجع ل داكور ودخلت الحبس وي دخلت مرتين مرة على في 92 في جوان 22 جوان 92 على ما قال كتبتوا على الناس اللي اداوهم للصحراء و جوان 92 جوان 92 قبل ما يموت بوضياف الله يرحمه النهار اليوم التاسع اللي قرصوا فيه على ضياف انا بوضياف انا كنت في السجن عندي 9 ايام في السجن 22 23 حتى 29 29 قرصوا على بوضياف وانا في السجن في بوضياف اللي سجنك ولا نزار في عهد بوضياف ولكن اللي سجنوني معروفين معروفين المؤسسة اللي كانت تحكم الحقيقية هي المؤسسة العسكرية حتى بوضياف كان نزال ما استلمش لأن في جوا مازال يتصارع وعلى جال ما قال جاو والمصيبة أنا نتسجن في عهد بوضياف نتسجن في عهد بوضياف وهذا بوضياف قبل ما يجي وقعت على وثيقة مع 10 من أبناء الشهداء مطالبوا بعودته في 91 وسجن وسمعوني مصالح الإعلام مصالح المخابرات سمعوني سور بيفي عليه الطالب بعودة السيد هذا كي دخل في عهده اللي دخلت السجن وجوزت شحال شهر 26 يوم والمرة الثانية مقال كتبته تحت قطمير والأقنان في مزارع السلطان حول 96 الحكايه تاع المؤامره العلميه اللي دارها اللي داروها ضد مهري ضد مهري وين ضد مهري وهذه تمت ب ب يعني الجماعه تاع المخابرات كانوا يخلطوا على مهري وانا عرفت القضيه ورحت لمهري قلت له الحكايه هذه قال لي ما تكتبش انا راني رايح انا ماذا بيا نروح لأن الإخوان في الجيش يعتقدوا باللي أنا هو اللي درت الموقف هذا لفلان مش هو فأنا كتبت في الوقت هذا كتبت ما خديتش رأيه يعني هو في العادة ناخذ رأيه ما خديتش رأيه كتبت المقال هذا وفهموا الجماعة تاع إسماعيل العماري في الوقت هذاك الله يرحمه كان هو اللي شبوتي في العملية تاع إنهاء مهري فهم باللي راني نشوش عليه أعطى أمر بسجني وكلف ربع من الناس في لفعلان يرفعوا علي دعوة قضائية واللي هما صادق بوقطايا بالعياط عبد الله الحاج وحجار عبد القادر حجار رفعوا علي دعوة قضائية وهو أعطى أمر السايح اللي كان نائب عام قال له كونفوكيوه سماع وإداعه كريمة السايح غلط أعطى الملف الواحد اسمه مراد زقير مراد زقير عنده علاقة بصديق قال له قل بعقبة قبل ما يجيني يجري على روحه أنا عندي تعليمات سماع وإداعه
فأنا رحت اتصلت بجنرال لكح العياط كلم اسماعيل صاحب قضيتي مولا دعوتي مولا دعوتي قال له هذا راه يلعب لنا في السيمتر قل له يخرج لنا من السيمتر التعبير تاعو هذا وراني درك نقول للجماعه يسمعوه ويطلقوه رحت انا وعلى اساس انه يسمعوني ويطلقوني لان صاحب القضيه هو خلاص صالحته ولكن هو يا دارها مكره ما عيطش ولا نسى بقى الامر الاول هو ساري المفعول سمعوني وداروني في الحبس حرش لا لا في السركاجي السركاجي داروني في السركاجي شحال جوزت ليله تقلبت الدنيا لان النهار اللي داروني في السركاجي تصادف مع النهار اللي حطوا فيه لا بومب البومبا اللي انفجرت في دار الصحافه في طهر جاود نفس النهار اللي ده. فاليوم وغدوه خرجت الصحف وكل انا مسلسل مديني السركاجي السركاجي ودار الصحافه ركام الرئيس زروال شاف الحكايه هذه قال لهم علاه هذا السيد هذا وداد درجه في العالم تيافا فتحت بيا يعني مساء فدرجه في العالم قالوا علاه هذا الدواء هذا قالوا له اكتب اي قال لهم طلقوني وصافي معنا كيف كيف محبس هذا اليوم في الحصه تاعي نجيبها المحبسيه سي بوعقبه اللي دخلوا كاع الحبس انا راني نقول لهم الجماعه اللي راهم يديو فيهم الان نقول لهم السلطه دارت حاجه مليحه دارت 80 حبس والحبس دائما هي لي بيبينير تاع الحريه جستوما كي اللي يخرجوا من اللي يخرجوا من الحبس يدخلوا كاين بو كاين مناضلين كبار يتوب صح كاين مناضلين شباب نورمال ما عندهمش يعني ماهمش يعني ميليتون كبار كي قبل ما يدخلوا الحبس بصح كي يخرجوا من الحبس يخرجوا دي ميليتون انكرويب يعني يولي خطاب راديكالي يولي خطاب نضال 100% سعد بو عقبه هذه القضيه لو كان ديرها تسقطها على جماعه تاع اللوس تعرف باللي جماعه اللوس فرنسا اللي خرجتهم اللي قلبتهم زعماء بالحبس يعني التاريخ راه يعود نفسه داكو حتى على السياسه نخليو في الجزء الثاني على الحراك وعلى المبادرات وعلى الحلول لما نتحدثوا دائما قعدوا في الاعلام في الجزائر لما نقارنوه كما قلت لما نقارنوه بوقت بومدين ولا بوقت شادلي ولا بوقت بوتفليقه حتى الان السلطه تقول بلي احنا رانا عندنا حريه مطلقه يعني انديريكتومون راهي تقول بلي سي لوتو سانسور لي جورناليست ولا الصحفيين هما اللي قمعوا رواحهم خوف ولا اسكو يعني قالك انا ما نديش ناس الحبس الصحفيين السلطه خليك انا جامي ديت صحفي للحبس خالد ضرارني قالت لك ماشي ما ديناش على اساس مقال صحفي ولا ديناها على واش رايك اسكو مش صحيح هذا يعني بوتفليقه كي يدي بن شيكو للحبس على اساس انه مدخل دراهم موش مخرجها هو مخالفه صح ولكن كي تحوس على الجمل في راس مهري تلقاه صح تلقاه يعني قال ما نديكش على ما قال وانما نديك على اشياء اخرى نلقالك اشياء اخرى يعني مثلا الرئاسه اللي دير بيان في المده الاخيره تقول بلي ما عندناش ناس مسجونين تاع راي في البلاد ومن بعد دير بيان اخر تعلن فيه باللي راها تدير في اجراءات تهدئه باطلاق صراحة الناس درك يا تضحك على روحها يا تضحك علينا يا الناس هذو تاع راي وتاع سياسه ودرتهم في الحبس واطلاقهم في اطار التهدئه يا التهدئه تاعك ماهيش صحيحه الكلام تاعك واحده منهم صح والاخرى كذب هنا يبين لك باللي هذا التحايل الموجود في السياسه اصبح موجود ايضا في الاعلام ومع اضافه الى ان فعلا القطاع فيه ناس غير مهنيين وخوافين ولكن حتى الضغط تجاوز حدوده يعني لما الكار تاعي انا بدل ما يقول لك
نتفاهم معاك يعني نقص سقف الحريه اللي عندك يقول لك لا حبس نهائيا. هذه ما تنجمش تقولها. يعني انا سعيد ان انا موقفوني، لانه بالفعل ما نجمش نكتب في جو كما هذا. وبرقعه لما سمع باللي راني دار لي الله يرحمه دار لي ميساج في المايل تاعي قال لي سكوتك اخطر من كلامك، يعني كي سكتوك اخطر من انك تكتب، لان الناس يتسألوا وبالفعل العديد من الناس يتسألوا عليها توقف، يعني الإساءة لسمعة السلطة بتوقيفي أكثر مني كان تركتني ننبح كما يقول. صافي تقول أن ما كاش حرية التعبير الآن نسبيا قال شوف أنا نعبر عليها بالطريقة هذه، السلطة ما زالت في منطق أنت حر في الطريقة التي تراها مناسبة في التعبير عن ولائك لي، تشطح طبل تتزرنز حر، أنت حر في الطريقة في اختراع الطريقة التي تراها مناسبة في التعبير عن ولائك لي. هذه هي الحرية اللي معليش حرية بصح في إطار الحرية التي في إطار أنك تشكرني تشكرني برقصة ولا تشكرني بغايطة ولا بصح سعد بوقب علاش احنا الحصة ولاش المجامل علاش خلاونا انا نهضروا سانسيغمون انا نهضروا جبت يعني قريب المعارضه كاع راني جايبهم ويهضروا بكل حريه عندنا سقف عالي كيفاش تفسر لعل انهم يديروا في تجربه انه ممكن هذه الطريقه اللي يديروا بها اعلام مقبول اعلاميا ومقبول سلطويا ومقبول شعبيا، لان فعلا لو كان جات السلطه ذكيه اعلام قوي هو قوه للسلطه وليس ضعفا لها، لان ما دام السلطه عندها النيه في الجزائر الجديده انها تحاصر الفساد احد وسائل محاصره الفساد هو الاعلام، حريته يعاونها. كيف يعاونها؟ يجي يعاونها فيك برمها تهرب له بالفاس، كان المفروض تشجع الجزائر الجديده هذه تشجع محاصره الاعلام محاصره الفساد بالاعلام، يعني معناها السلطه كان المفروض تفهم باللي في الجزائر الجديدة المنشودة موش المتوهمة أن إعلام قوي هو قوة للسلطة وليس ضعفا لها. يعني الحوارات اللي يديرها رئيس الجمهورية في رئاسة الجمهورية لو كان يديرها مباشرة ماهيش مقطعة ومركبة الامباكت تاعها على الراي العام يكون اضعاف مضاعفه على هذه الطريقه اللي قدم بها روحه للجزائري. انا فعلا نشفق على رئاسه الجمهوريه لما نشوفها تمارس الاعلام بالطريقه هذه. تسمع ماهيش تمارس في حدود المهنيه مثلا؟ نو لا 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 مهنيه، لان في العالم كامل الان ما عادش كاين المونتاج وكاين صحفيين محترمين يعني كانوا قبل ما يروحوا رئاسة. المشكل هو سياسي وليس اعلامي، هو استبداد السياسه بالاعلام. استبداد السياسه بالاعلام ماهوش ما نشوف كمال سيدي السعيد سمير عقون صحفيين ما ينقصوناش ما تنقصناش الكفاءه تنقصنا قرار سياسي. داكو القرار السياسي هو اللي راح هو اللي داكو. قبل ما نروح للجزء الثاني سعد بوعقبة نقرا لك دار لي مقدمة طاهر خضراوي متتبعي الحصة قال لك قدره سعد بوعقبة أن يكون شخصية وطنية يشبه في مساره المهني أبو حيان التوحيدي، تعرفوا الأديب الفيلسوف، وعاش ثنائية الدفاع عن السلطة فترة فمعارضتها تماما كما عرف التوحيدي التجربة في حياته، وتشابه في ذلك مع الرسام الإسباني الشهير غويا حيث عاش القصر فحمد الملك فترة. حمدت الملك فترة؟ جامي. كي يقولك الملك رئيس جامي. فترة جامي دائما حتى يطلقوا علي بصورة الصحفي النيجاتيف، دائما نشوف الجوانب السلبية، لأنني نعتقد باللي الجوانب الإيجابية اللي هي موجودة يشوفها ناس بزاف ومش بحاجة للإشهار. الإشهار هو محاصرة النقائص في عهد الحزب، يعني بتعبير آخر ما تقوليش علاش الإنسان عضو كلب، قولي
اذا انسان عض كلب هو 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 لا صح يعني صح كيف كيف يعني التران كي اريف اون روتار ماشي لو تران كي اريف اتون نفس طاهر الخضراوي قال لك انه كان القلم يعني سعد بوعقبه كان القلم الصحفي الموالي للسلطه عهد الحزب الواحد والمعارض للسلطه السابح ضد تيارها كتابه وتصريحا بعد التعدديه ما كاش منها في الحزب الواحد في عهد السلطه انا نقول لك اول تحقيق درته في حياتي المهنيه كان في فيفري 70 في عهد بومدين على واش على سرقه على تحويل مال عام اللي حصل انهم استدعوني للكوميساريا والسيد اللي كان ضابط تاع تاع جيش التحرير اللي دار دي تورنوما دار وزين وكان تاع قاوري داروا باسمه وحولوا فضحت انا الحكايه حكمني عيطوا لي الكوميساريا الكوميسار وجا السيد هذا الكوميساريا وعطاني طريحه في الكوميساريا طريحه تاع كلاب في الكوميساريا وانا في الوقت هذا كنت نوزن 5 كيلو مشمخ ماشي كيما دروك ف وحبسوني على العمل كنت في الجريده في الوقت هذا كنت ستاجير في المجاهد فحبسوني عن العمل كنت نسلك 30,000 حبسوني على العمل واللي حصل ان ابو مدين في السبعين في فيفري 70 24 فيفري هدر على المقال هذا في على التحقيق هذا في خطابه في قصر الشعب دار الشعب في ساحة أول ماي قدام العمال في نفس القاعة اللي عام بعد أما فيها البترول هدر على الواحد هذا المدير ولا عاود خذا خطاب الرئيس وثمنوا انه هدر على الجريده تاعو وقال بلي راه يحارب وعاود رجعني للخدمه وزاد لي 10,000 على الفل خلاص وليت نخلص 40,000 ما هدنتش طوال حياتي المهنيه عمرني ما كنت موالي ماهوش موالي يعني تكتب مع السلطه عمرني ما كنت نكتب مع السلطه في الحوايج الايجابيه الحوايج الايجابيه نثمنها في بعض الأحيان ولكن في المصالح العليا تاع البلاد كنت ندير حمل نضرب لك مثال في سنة 99 رجاء أن تخليني نكمل هذه لأنها مهمة جدا في سنة 99 يعيط لي هذا هنا يبين لك كيفاش نخدم السلطة موش نخدم كيفاش نخدم البلاد موش السلطة يعيط لي إسماعيل حمداني الله يرحمه كان رئيس الحكومة رئيس حكومة عينوه كي جاو الانتخابات نحاو رئيس الحكومة وداروا اسماعيل الحمداني باش ينظم الانتخابات الرئاسية اللي يولي فيها بوتفليقة زروال اللي عينوه لا 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 مازال هذه 99 ايه قبل ما كي استدعى الانتخابات عينوه رئيس حكومة عيط لي قال لي سعد اروح نحتاجك رحت لي هنا على نيتي جاب لي كاستاي قال لي الدولة تحتاجك قلت له خير إن شاء الله قال لي السعودية جماعة السعودية راهم يبيعوا في البترول تحت الطابلة بخمسة دولارات لشرق آسيا قال لي هما عندهم استثمارات في شرق آسيا اللي يخسروه في الأسعار تاع البترول يربحوه في الاقتصاد قال لي بصح حنا ضرونا قلت له أنا واش دخلني في الحكاية هذه قال لي نعرف حجم التأثير تاعك وماذا بيك ندير كان كونتاكت مع عطار عبد المجيد مدير سوناتراك أو مازال حي نحاوه نديرك كان كونتاكت معاه يعطيك الملف وتعطي لهم الحس قلت له حاضر قضايا وطنية راني هنا دارني كان كونتاكت مع عطار أو مازال بالحياة وكتبها نظن في الفيسبوك تاعو هدر هذه القصة دارني معه كونتاكت قعدت معه 3 ساعات أعطاني كل الخلفيات وعطيت لهم الحس طلع المقال الأول كونفوك راحوا داروا احتجاج في وزارة الخارجية لأنهم عرفوا أبابري باللي الحكومة الجزائرية اللي وراء المقال عيط لي إسماعيل الحمداني الله يرحمه قال لي يا مجوه الأزرق زيد لهم ست لهم بعدها تقريبا سمانة
يتصل بي اسماعيل حمداني يقول لي ما راح يردوا عليك ويردوا عليك من الرياض ويجيبها لك السفير. وماذا بيا نشوفوها مع بعضنا قبل ما تنشر الرد والتعقيب عليه نشوفوها مع بعضنا. قلت له اوكي، ولكن انا حر ما نقبلش نذيب فيه. كي جاني الرد نشرته بلا ما نرجع لرئيس الحكومة، لان انا عندي شخصيتي انا وزي، وما عقبتش عليه. نشرت الرد وما عقبتش عليه، اني كنت نحذر في رد عليهم. رد اكثر قوه. فعيط لي قال لي الرد تافه وانت ما درت والو في هذه الحكايه هذه، كيفاش هذا؟ قلت له انا عارف واش راني ندير ومانيش في كل شيء نرجع ليك. انا وزي عندي شخصيتي. اللي حصل ان في خلال الاسبوع هذاك وزير البترول الجزائري اللي كان يوسف يوسفي اللي راه في الحبس الان، وزير البترول السعودي ووزير البترول الفنزويلي يتلاقاو في مقر السفاره تاعنا في لاهاي عند مساهل اللي كان سفير هناك، ويخرج وزير البترول السعودي يدير تصريح من باب السفاره تاعنا في لاهاي يقول قررت السعوديه تخفيض انتاج البترول ب مليون برميل وتبدا الاسعار تطلع. ما بسبب المقال تاعك السنة بعدها تقريبا بعد 15 يوم كان لقاء في قصر الشعب. يوسف يوسف يسمع بالحكاية، ما هو هي الحكاية تمت بيني وبين رئيس الحكومة وعطار، حكمني من يدي وداني عند اسماعيل حمداني. قال له سيد الرئيس بوعقبة عاوننا في حكاية البترول. قال له جوسي جوسي ما على بالوش بلي هو صاحب الفرق. هذه واحدة من عشرات القضايا اللي درتها لصالح بلادي ومانيش نادم عليها. في فلك السلطه سي صح، لم تسبح يوما في نجم تقول لا 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 لا، نجم نقول لك درت حوايج، درت دي بيتيز، حتى لا درت دي بيتيز. تعطيني وحده ولكن بعد الفاصل. تعطيني بيتيز بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام تلاقوا بعد الفاصل لمواصله الجزء الثاني. مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، الزلف اللون في الجزء الثاني من حصة أولاش المجاملة. سعد بعقبة مرحبا بك. شكرا لقبولك الدعوة. هدنا في الجزء الأول نحيت للكلمة على لابيتيز بليزيور بيتيز اللي درتهم، حكي لنا واحدة برك في إطار المدح السلطة كوا. مرة كنت رئيس تحرير تاع جريدة الشعب في 84 ولا 85، وزار الملك فهد زار الجزائر. في الوقت هذاك احنا كان عندنا في الإعلام معروف باللي هذو جماعة الخليج نحتقروهم، ما نعطولهمش قيمة، نديروها على 4 عمود ولا 3 عمود، ماهوش كيما تاع اوروبا الشرقيه ولا المعسكر الاشتراكي نديروهم 7 عمود ومع تعاليق ومع كذا وكذا. فبدات الامور في الوقت هذاك، بدا الاقتصاد تاعنا يدهور، البترول بدا يهبط، وكانت البلاد في حاجه الى دراهم. يعيط لي وزير الاعلام بشير الرويس الله يرحمه يقول لي سعد الإخوان هذو تاع السعودية أو جاي الملك فهد ولازم تبحبحوه شوية، ربما يطلق يده ويعطينا كشاك. قلت أنا أوتوماتيك ما نقلبوا 7 عمود وندير تعاليق وندير حاجات من هذا النوع، لأن هذا وش معناه. درت الحكاية بدل ما نديروا 4 عمود درتوا 7 عمود ولا 3 عمود، درت 4 عمود في الصفحه الاولى والصوره وتعليق، وعيط تاع الخارجي تاع القسم الخارجي زاد دار مجموعه حاجات على السعوديه وكذا. يعني اهتمينا بالسعوديه اكثر من اللازم. كاش ما بعدها طلع العدد يعيط لي الوزير يقول لي يا سعد قلنا لك تولهوا بالسيد ما درت والو. كيف قلت له يا سيد الوزير درنا له 7 عمود ودرنا نسي سارها واش درنا بالنسبه لي انا دي بيتيز انا في الوقت هذاك. قال لي لا لازم تكتب عليه في العمود تاعك. اي واش راح تقول على السعوديه
في الوقت هذاك واش راح تقول على السعودية إيجابي ويتكتب في العمود بلا ما ينوضوا علي القراء وبلا ما نفقد مصداقيتي وكذا. جاتني فكرة تاع شياطن في راسي، قلت باللي السعودية هذه، قلت لازم، قلت له إذا كان لازم نكتب يعني يبحبح روحه لو كان لو كان نكتب عليه في العمود، قال لي إيه اكتب في العمود تاعك مقروء، العمود تاعك مقروء ويقراوه اكتب فيه خير. قلت له صح. قعدت عشية كاملة وأنا نخمم واش الشيء اللي ممكن نديره للسعودية إيجابي بدون ما نمس بسمعتي، ونخدم في نفس الوقت التوجيهات تاع الوزير اللي ما هيش توجيهات في الحقيقة. فخرطت على بالي فكرة تاع شياطر، قلت السعودية هذه أرض قاحلة ويقولوا باللي هي مصدر الخير من 14 قرن والخير يخرج منها وما نبذرش من الخير، مع أن مليار مسلم يديروا الذنوب وداروها ديشارج بيبليك يروحوا ليها يغسلوا عظامهم ثم يطيشوا فيها ذنوب، يعني 14 قرن وهم يروحوا ثم يطيشوا ذنوب تاعهم داروها ديشارج بيبليك يرميوا فيها الذنوب ومع ذلك ما غمرتهاش الذنوب وما زال يطلع منها الخير. هي في الحقيقة مدح في صورة الذنب. صح مع ذلك عجبتهم، عاودوا نشروها في صحيفة عكاظ هذا العمود، وعيط للوزير قال لي ها هذه مليحة. هاي 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 واعطاهم بعد اعطاه ولا ما اعطاه ما لباليش، ولكن يظهر انهم سيبسك ساتيسفي. هذه مني بيتيس اللي درتها في 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 اطار السباحه في فلك السلطه، هذه ستون بيتيس. سعد بو عقبه، نروح الان شويه السياسه، نهضروا شويه السياسه. دائما من التسعينات وسعد بو عقبه اسمك دائما في الازمات خاصه يكون اسمك مطروح في السياسه. لو نتحدث الان على الساحه السياسيه الان كما السلطه او المعارضه او الحراك، يعني اظن كاين ثلاث يعني اقطاب، كاين المعارضه كاين الحراك وكاين السلطه. ان المعارضه ليست الحراك، يعني نقول الحراك والمعارضه كاين زوج. البعض يقول ان ماناش في ازمه سياسيه، السلطه تقول لك ماناش في ازمه، عندنا رئيس وانتخب في 12 12، رانا عندنا طريقة خريطة طريق السلطة، عندنا انتخابات 12 12 ثم استفتاء ثم الآن تشريعيات راهم جايين. في الحراك ولا المعارضة يقول لك نو أنا في أزمة سياسية، الحراك راه ولا بعد اللي حبس شحال على حسب على جال الكورونا، واش رايك رانا في أزمة ماناش في أزمة، واش رايك قبل ما نصحح لك؟ أنا صحح لك، كاين زوج قوة متصارعة في الشارع، كاين السلطة العسكرية وكاين الشعب. الان مازال السلطه العسكريه من اللي بدات من 22 السلطه العسكريه والشارع. داكو. السلطه العسكريه عندها زوج اقطاب جناحه، عندها زوج جناح. داكو. جناح تاع السلطه اللي هو المدني، الواجهه المدنيه للمؤسسه العسكريه، وعندها المعارضه المدجنه راهي تخدم بهم في زوج. المعارضه المدجنه هي الاحزاب، الاحزاب كلها بدون استثناء. داكو. بدون يعني حتى الأحزاب اللي مستثنات بطريقة المعارضة كاملة، حتى المعارضة نقول بين قوسين الشرسة مثل الـ RCD مثلا إلى حد ما. داكو. إلى حد ما، ولكن أغلبهم لأن حتى الـ RCD كان في البرلمان وين، يعني ما تنجمش تخرجوا من، ولكن موقفوا انحازي للشعب خير من بقية الناس الأخرين. لأن الآن في الصراع بين السلطة والشارع ما عندكش خيار، يا تكون مع السلطة يا تكون مع الشارع، ما كاش وسط. المعارضة التعيسة ما زالت تدير القراءات الكارثية اللي تقول ربما السلطة تنتصر لازم نخلي خط الرجعة معها، وبالتالي تضيع وتضيع ضيعت الشارع، ما نربحش العيب، ضيعت الشارع وكذا. وفي نفس الوقت السلطة ما هيش في حاجة الأحزاب هذه اللي هي تجيب لها الشعب باش تديرها في البرلمان، لأن الشعب مادام ضدها. هي في حاجة المعارضة تجيب لها الشعب، ما هيش في حاجة المعارضة هي اللي تجيب لها الشعب. وهذه المعضلة اللي الإخوان في مؤسسة الجيش ما فهموهاش، باللي الخريطة السياسية الآن تبدلت تماما، ولا يمكن العودة إلى الواجهة السياسية والمؤسسات الشكلية البرلمانية الشكلية، لا يمكن، لابد من انتخابات حقيقية
دونك السلطة على حساب رأيك السلطة المدنية الآن هي واجهة شكلية؟ واجهة شكلية وأتعس من الواجهة اللي كانت في عهد بوتفليقة. يعني من حيث قوة التأثير في الرأي العام وفي الشارع أسوأ من تاع بوتفليقة. لكن في اللقاء الأخير لرئيس تبون قالك أن عندي 10 ملايين راهو معايا، 10 ملايين جزائري راهو معايا، اللي صوتوا اللي راحوا 12 اللي صوتوا راحوا 12 10 ملايين. إذا كان قاعدوا معاه في حسابه صح كما راح يقول، علاه في الانتخابات كيف تقولوا الاستفتاء تناقصوا. لازم يستخلص الدرس، المفروض يزيد الرصيد تاعه ماهوش يستنقص، ولكن ما داروش القراءة الحقيقية باللي فعلا الرصيد تاعه تناقص بدلا أغلب الظن أنه سيتناقص أيضا في التشريعيات، والأمور قد تنزلق إلى ما لا يحمد عقباه في مسائل الوحدة الوطنية، لأن الانتخابات الرئاسية ولا الاستفتاء على الدستور الوحدة الوطنية قد لا تكون مهددة بالشكل المطلوب، رغم أن منطقة القبائل تعطيك زيرو في الحالتين، لكن إذا كان أعطتك زيرو في التشريعيات يولي تقرير مصير، لأنه ما تنجمش تحكم منطقة، لأنه طول حياتها منطقة القبائل كانت الانتخابات المحلية هي الانتخابات بالنسبة لها، أما الرئاسة والحاجات الأخرى دائما كاين مقاطعة، دائما مقاطعة ولا مشاركة ضعيفة جدا ما تهمهاش، لكن كانت الانتخابات المحلية والتشريعية هي الأساس بالنسبة لها. إذا المرة هذه تدحرجت السياسة إلى أنها توصل للمقاطعة، معناها في خطورة على الوحدة الوطنية، خاصة أن نشوفوا الماك بدا يعني مش الماك لا حركة شعبية، لازم نفهموا باللي منطقة القبائل نتيجة رفع اليد عليها في التزوير في المحليات والتشريعيات دخلت تجربة ديمقراطية فيها حد أدنى من مراقبة شعبية للمنتخبين على المستوى المحلي وعلى المستوى الولائي، وبالتالي التنمية فيهم أحسن من بقية المناطق، والطموح تاع هؤلاء تاع التجربة تاع المحلية حابين يديروها في المستوى الوطني، وهو طموح مشروع ومقبول ويشجع، وعملية حصر هذه ظاهرة وشيطنتها هو مساس بالوحدة الوطنية ومساس بالوطن ككل وليس في لأن السلطة في خطاباتها الرسمية قلك أنا خلاص أنا نحاربوا في اللي راهم يشكلوا خطر على الوحدة الوطنية، مثلا شفنا في وقت يعني لازم نقولها في وقت الجيد صالح كان انزلاق خطير، كانوا انزلاقات خطيرة ضد منطقة القبائل طبعا، والآن السلطة كاين جنرالات كاين راهم في السجن على جال هاد الشيء اللي راهم شبوه فيهم باللي هما اللي كانوا يغدوا في هاد الشيء. درك اذا كان تليفري منطقه عزيزه ومنظمه وفيها وعي سياسي اكثر من يعني ماهوش نقولوا اكثر من مناطق اخرى، ولكن فيها الوعي السياسي فيها عالي بسبب ظروف تاريخيه، لانهم هما ما كانش الدوله تزور لهم البلديات ولا تزور لهم النواب تاعهم كانوا يراقبوا هذه التجربة تاعهم، ما تنجمش تشيطنهم وتلذيهم الفساد، قال انتم الفساد هو اللي دارك معك، إذا كان الفساد الديمقراطية تؤدي للفساد معناها نعموا الديمقراطية تاع الفساد الموجودة في بقية الولايات على الولايات هذه ما كاش منها المنطق، أن منطقة القبائل فيها التجربة المحلية حابين يقلبوها على المستوى الوطني لأنهم شافوا ثمارها على المستوى المحلي أحسن، وبالتالي لو كان يديروها على المستوى الوطني تكون احسن. وهذه نظره وطنيه ما لازمش نشيطنوها. ولكن خريطه طريق السلطه صافي لو كان تروح، لان كاين ناس في الحراك يعني كانوا في الحراك بنيتهم دوكا رايحين للانتخابات. كاين جزء من الناس اللي كانوا في الحراك خرجوا من الحراك قال لك حنا نمنوا بالتغيير من الداخل، نروحوا للتشريعيات نسيو كيفاش نغيروا من الداخل. بوسيبل. شوف تغيير. يمكن يكون من الداخل في حالة واحدة لما يكون هناك قرار سياسي حقيقي، لأن الانتخابات الحقيقية ليست لجنة
وليست قانون لجنة تاع مراقبة الانتخابات ولا ولا قانون، بل هو قرار سياسي. والدليل بعد 5 أكتوبر لما كان قرار سياسي تاع فتح التعددية، كان قرار سياسي، داروا دستور وداروا انتخابات ود الانتخابات شاركوا فيها كل الجزائريين بمختلف التيارات تاعهم. واحد في 90 واحد ما قال باللي فيه تزوير في الانتخابات تاع البلديه و... سي كاين ناس قالوا بلي كاين تزوير في الول... ما كانش في البلديات ما قالوش كاين تزوير. فوالا كاين ناس تقولك بلي الفيس ما قالوش كاين تزوير. ومن بعد في التشريعيات يعني المنتصر ما قالش تزوير، والمنهزم اللي قال تزوير، والمنهزم هي السلطة، لأن اللي أعلن النتائج هو وزير الداخلية العربي بالخير من غولاة السلطة في الوقت هذاك. يعني كيفاش الفيس زور السلطة في الوقت هذاك؟ ما كاش منها يعني. إذن وزيادة على أن الانتخابات ما قطعها حتى واحد، شاركوا فيها كل من الهاشمي شريف حتى العباسي مدني، كل الناس شاركت. إذن لأول مرة كل التيارات الوطنية، كل التيارات السياسية الموجودة في البلاد تشارك في انتخابات هي تاع 90 هذه وتاع 91. بيان سور إذا سلمنا باللي تاع 62 أيضا كانت تقرير المصير كان. إذا حبيت نقول لك باللي القضية ماهيش قضية لجان ولا قانون، هي قضية قرار سياسي. حتى لو كان يديروا قرار سياسي ما كان حتى واحد لا في الحراك ولا خارج الحراك. الحراك لما تكون فيه دلائل مادية باللي الناس رايحة للانتخابات حقيقية، الناس كل تنخرط فيها. احنا الحراك اصلا وراك تكلم مع واحد خرج قبل الحراك، ما نجمو حتى واحد يزايد عليا لانني انا خرجت قبل الحراك ضد ال ضد ايوا ما يزايد عليا حتى واحد في القضية هذه. لو كان يكون اجراءات حقيقية ونتصورها اجراءات حقيقية، فتح اطلاق سراح كل المساجين، فتح المجال الاعلامي، فتح المجال السياسي، اعلان انتخابات حقيقيه تشرف عليها جهه محايده. لان لما تجيب لي انت رئيس لجنه تاع الانتخابات شرفي يجتمع في الرئاسه مع المجموعه اللي عينوهم، عينهم الرئيس لجنه تاع اعضاء لجنه عينهم الرئيس السابق موش هذا الرئيس المؤقت بن صالح، يجتمع يقول بلي اجتمعوا وانتخبوني. يا اخي قال انجزتم. بعدها ب 24 ساعه ولا 48 ساعه يموت واسمه يموت المرحوم قايد صالح، يخرج يقول انا عيني قايد صالح. نصدق شكون؟ نصدق هذا اللي عينوه الجماعه اللي عينهم الرئيس، ولا نصدق ان قايد صالح اللي عينوه؟ واحد اللي بهذا المستوى يكذب علنا قدام الناس بهذا المستوى، كيفاش راح نمن فيه باللي راح يدير انتخابات حقيقيه؟ هو راح يدير نصي في روحه. ولكن لما تشوف، خليني نزيد لك حاجه اخرى. تفضل. لما نسمعوا السلطه دير بيان تقول باللي اطلاق سراح الناس اللي في السجن ماهوش سياسي وماهوش اعلامي، هذو مجرمين. وبعدين تدير بيان تقول باللي انا درت الاجراء هذا لانه اجراءات تهدئه تكون معالجه سياسيه لقضيه سياسيه. كيفاش باجراءات تهدئه اللي عندها طابع سياسي تقول مواليها ماهمش سياسيين؟ فهم روحك، يا هذه صح يا هذه صح. يعني الطريقه تاع اللي يدير بها الرئيس تبون وانا نحترمه، الطريقه اللي يدير بها الملف السياسي والامني في البلاد راهي كارثه عليه، وليس على 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 السلطه وحدها، ولا كارثه على السلطه وعلى البلاد وعلى المجتمع. وما يمكنش الشارع يطمئن لانتخابات حقيقيه ومثل هذه الامور كاينه. سعد بعقبه، ما يكفيش الاجراءات اللي دارهم مثلا في خطاب رسمي دائما للسلطه اللي تقول باللي في الدستور الجديد اعطينا اكثر صلاحيات لهذه السلطه لاني تاع محمد شرفي، سلطه ليست فقط لمراقبه الانتخابات ولكن ولات للتنظيم الانتخابات، تسمى هي اللي تشوف، هي اللي تراقب، هي اللي تعلن.
ايضا في في القانون الجديد تاع الانتخابات، القانون العضوي الجديد، قال لك انه ما كانش مثلا رئيس راس القائمه، لزمت على القوائم يكون عندهم شباب وتحت 35 سنة وثاني ديبلوم يعني يكون قاري كوا. يعني بزاف حوايج دارتهم السلطة اللي تسميها الآن هي راهي تقول لك هاي لا فولونتي بوليتيك تاعي، هاي الإرادة السياسية تاعي، راني وظفت يعني وفرت الظروف المليحة للانتخابات. هادو ما كاع ما يكفيوش، ما يكفيوش. ودنا نقول لك الدلائل المادية. أولا الرئيس ولا الرئاسة ولا السلطة اللي تقول باللي ان شباب نعاونهم ماليا وماديا باش يكونوا في الواحد، معناها راح تستعمل المال العام في السياسة، ولكن من حقهم ثاني، من حقهم، ولكن في نفس الوقت خليني نقول لك الشاب اللي ما لقاش خدمة ويرمي روحه في البحر، انت ما درتلوش مؤسسات اللي يعمل فيها ودير له تعطي له قاعه وتعطي له يصور روحه ويدير حمله انتخابيه ويولي نايب في البرلمان بلا ما يخدم. يعني تنطبق هذه، عنده برنامج سياسي باش يدير هذه الحكايه هذه. الانتخابات الحقيقيه هي تصارع برامج سياسيه لاحزاب سياسيه وقوى سياسيه في المجتمع، وليس تصارع بطالين بصورهم وبالقاعات وباموال الشعب. هذه عبث أسوأ من العبث تاع لونساج وكذا، لأن التنمية الحقيقية في لونساج كان المفروض يديروا مصانع ومعامل ويديروا برامج حقيقية، وليس أعطاء للناس اللي كما قال سلال يروحوا يتزوجوا بهم ولا يديروا بهم أكيك. هذه السياسة هو أنك تمكن الناس من تنظيم أنفسهم في منتظم سياسي مقبول موصل للسلطة، موصل للسلطة موش مؤيد للسلطة، لأنه هو راح يجيب ناس بالطريقة هذه يأيدوا السلطة وليس يوصلوا للسلطة. ولكن أوفيسيالمون في القانون الجديد قالك أن إلا تقدر تخرج من برلمان، يعني برلمان ماشي رئاسي، برلمان مش شعب، ويكون يدير يكون رئيس حكومة وليس وزير أول، ما يقدر يكون ولكن بلا برامج، لكن برنامج برلمان فيه ناس بلا برامج. واحد يترشح عنده برنامج، كيف عنده برنامج وهو بطال اصلا؟ بطال ما لقاش الخدمه، ولكن عنده رصيد سياسي، يقدر يكون عنده رصيد سياسي مليح. كيف رصيد سياسي هو مازال 30 سنه ما بلقاش؟ يقدر ما تنجمش لازم ينتظم في حزب. قادة الثوره كانوا كاع تحت 30 سنه. لا، ولكن هذوك كانوا داروا بيان سياسي ودعاوا الاحزاب تحل نفوسها وتلتحق وداروا قياده وداروا امور، عندهم برنامج بيان اول نوفمبر مازال صالح حتى الان. يقولوا باللي مازال صالح، وين كان عندي راي فيها انا يختلف على بقيه، لان بيان اول نوفمبر لو كان بقى صالح حتى لبناء الجزائر المستقله، ما كانوش كل الاحزاب مديراته قاعده خلفيه بلاتفورم تاعها، وهي في الحقيقه تتصارع. لو كان اساسهم اول نوفمبر عليه يصارع. يعني باين باللي راني المشكل ليس في البيان، في الاحزاب اللي راهي تستعمل. لا فيه. لا، معناها اذا كان انت الخلفيه تاعك كل اول نوفمبر، معناها اساسكم كل واحد. علاش 60 حزب؟ ومن الحاجات الطريفه، يقول لك رئيس اللجنه الوطنيه للمراقبه الانتخابات، يقول من الحاجات العظيمه في الجزائر ان 40 حزب سحبوا الاستمارات. لو كان البلاد فيها ماهوش 40 حزب، زوج احزاب برك عندهم برامج حقيقيه لحل مشاكل البلاد وموصله للسلطه، ما كناش وضعيتنا هي الوضعيات. ما عندناش احزاب، عندنا 60 حزب احنا، كيما الحكايه تاع عندنا 200 الف جريده، هل 200 جريده يوميه، هل حقيقه عندنا 200 يوميه؟ واحد كيما حالتي 50 سنه في المهنه ما نلقاش حتى يوميا نكتب فيها العمود تاعي. يعني لما تحدثوا، ما بقناش بزاف الوقت سي بو عقبه، لما تحدثوا على الحلول الان، واش تشوف انت شاركت في كثير من المبادرات، يعني وقعت في مبادره ولا زوج، واش كيفاش تشوف الحل الان باش نخرجوا من هذا الوضع ولا من هذا؟ شوف، هو القرار سياسي، والقرار السياسي في يد المؤسسه العسكريه، المؤسسه العسكريه اللي استلمت السلطه في 62
وسيرت كل المراحل. استلمت ولا استلمت الدات السلطة في 62 من فرنسا. استلمت ها دات ولا استلمت يعني استلمت السلطة. استلمت السلطة من الفرنسيس داكور في 62 ومن 62 وهي تمارس في السلطة بطرق مختلفة، مرة تدير هذا مرة تدير هذا مرة تدير هذا مرة تدير هذا، ولكن دائما هي السلطة. الآن صاحب الحق في شرعية لما يقولوا الشعب هو مصدر السلطة، صاحب الحق اللي هو مصدر السلطة الآن انضج وقال لا لازم أنا اللي نعين المرة هذه، أنا اللي نعين المؤسسات تاع الدولة من الرئيس حتى للبرلمان. الآن المؤسسة إذا كان وصلت القناعة باللي حال وما لازمش تخاف من الشعب، لا وصلت القناعة باللي ضروري تسلم للشعب الأمانة، عليها أن تشرف هي على تنظيم الانتخابات بقرار سياسي وتنحي هذه الحكاية هذه تاع اللجان وكذا، لأن من لا يعقل لا يعقل أنه دستر الفساد، لأن عملية دسترة هذه اللجنة تاع مراقبة الانتخابات هي في رأيي هي دسترة للفساد والتزوير وليس دسترة للمراقبة الانتخابات. علاش؟ لأن اللي كي تعطيني فكرة باللي الحكومة القائمة مزورة وستزور وندير لها لجنة ترقبها معناها راك دستر في الفساد. صح السلطة تقول لك اعطينا في استفتاء 23% فقط وفي منطقة القبائل صفر، معناتها ما كانش تزور، لو كان كاين تزوير يمدوا يعني رقم اللي يساعدها. لا ما نجموش يزوروا لان ما عندهمش اللي شكون يزور لهم في منطقة القبائل، في مناطق أخرى. و 23% كمان رقم يعني في مناطق أخرى، لأن في مناطق أخرى عندها المشكل أن منطقة القبائل ما فيهاش إمكانية التزوير، في المناطق الأخرى اللي داو فيها 20% فيها إمكانية التزوير، وإلا حتى هي كانت تكون في منطقة واحدة أخرى لو كان كاين تزوير يطلعوا على 50 60 باش يجيبوا شوية. هاي 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 كانت مفضوحة، كانت مفضوحة هي حتى هذه راهي مزورة، لأن ربما ما فاتتش 10% ولا 15%. سمعت لها البنتر ده بيان سور. لما نقول ان على الحلول دائما تقول بان يعني هل سيكون حوار مثلا بين لا 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 بين الحراك والسلطه؟ السلطه ما شوف الحكايه تاع الحوار ودير الممثلين هو عمليه تاع التحايل على الحراك وعلى ممثلي الحراك باه يخربطوا بين الانتخابات حقيقيه وإخراج البلاد من أزمة، هي قرار سياسي بتنظيم انتخابات حقيقية وتشرف عليها المؤسسة العسكرية نفسها. تشريعية؟ لا ما نبدأوش بالتشريعيات، نبدأ دائما بالرئاسيات. دكا. وإلا إذا كان هكاك راح نطيحوا في لازم. دوك تقترح انتخابات رئاسية مستقلة؟ انتخابات رئاسية حقيقية ما فيهاش اللف والدوران، والمؤسسة العسكرية عليها ألا تخاف من الشعب. وأنا عشية الانتخابات تاع 12 قلت لهم إذا لواو ذراع الشعب وخرجوا رئيس بلا أغلبية حقيقية سيجدون أنفسهم في مواجهة الشعب عشية تنصيب، والحقيقة هي موجودة الآن. ولكن ما تشوفش بلي انتم كي نقول لك انتم يعني صاحب هذه الافكار من العدميين، تسمى ترفضون اي حل ممكن لا وتقترحون حلول ماهوش صحيح تعجيزيه. شوف لو كان جات التغيير من الداخل فيه امكانيه كنا نمشيو معاه، بدليل الاحزاب هذه اللي موجوده على الكرتونيه وكذا مشات جربت التغيير من الداخل عده مرات وانتهت الى طريق مسدود. إذن حنا نقولوا بلي ما كانش 50,000 طريقة، كاين الطريقة تاع البرتغال، مؤسسة العسكرية نظمت انتخابات وسلمت الفتح. بصح كاين انتخابات والناس كان كما قال لك رئيس تبون 10 ملايين راحوا للانتخابات. هاني قلت لك و 4 ملايين و 500 اللي صوتوا لرئيس تبون. 4 ملايين و 500 صوتوا له، ولكن 20 مليون ما صوتولوش. صح هذه هي الديمقراطية، ما راحوش يصوتوا. ما راحوش يصوتوا. هذه الديمقراطية اللي نطبق بما الديمقراطية بمن حضر ماهيش ديمقراطية بمن حضر.
لان رئيس تبون قال لك حنا درنا انتخابات الغلطه تاعكم ما رحتوش تصوتوا الاثر تاع الجو يصوتوا علاش الانتخابات تاع 90 و92 لما كانت حره كانت الدور في 70 و80% مشاركه علاه لان انتخابات حقيقيه تورطوا فيها كل الجزائريين وعلى هذه ما يروحوش فيها كل الجزائريين باسكو ماهيش حقيقيه اذا ما كاش 50,000 طريقة، كاين طريقة واحدة قرار سياسي باللي يسلموا الإرادة للشعب ولو كان يديروها العسكر يفاجئهم الشعب راح يخير لهم أشياء اللي ما كانوش يحلموا بها خلاص جميلة أشياء جميلة جدا ورايح يصوفي البلاد ورايحين يدخلوا التاريخ ولكن مع الأسف راهم ماشيين في السؤال الأخير هل الحراك هو الحل عودة الحراك شفناه ولا هل هو حل ولا لا؟ لازم يكمل الحراك ولا لا؟ هذه إرادة الشعب، إرادة الشعب لا يمكن تقمعها ولا تلغيها، تنجم تقمعها بالإلغاء. الآن من عيوب السلطة أنها تمارس السياسة بالبوليس. يعني كي يخرجوا الناس يظهروا ما تبعثلهمش سياسيين لأن ما عندهاش أحزاب وما عندهاش برنامج سياسي وما عندهاش حتى الرئيس ما يخاطبهمش. شكون يروح لهم؟ يروح لهم القزول البوليس. سي نورمال، سي نورمال يبقى الشارع يمر بال. ولكن شفنا شويه قمع نقص ما كانش كيما العام اللي فات نو. لان لو كان نقص كانت توقيفات ومن بعد يطلقوهم. لو كان هذا التجربه الحاجه المليحه، كيما الحاجه المليحه انهم يطلقوا الاعلام. لان قد ما دمقرطوا الحياه السياسيه ويخليوا الناس تعبر ويخليوا يفتحوا على ارواحهم ماهوش يفتحوا على صحيح ان الشارع يزيد. ولكن يزيد الوعي ماهوش يزيد الفعل. سعد بعقوب نسقسيك على التخوينات اللي راهي صاريه في الحراك والانقسام في الحراك ولكن بعد فاصل قصير. اوكي مشاهدينا الكرام نتلاقاو بعد فاصل قصير. مرحبا بكم مشاهدنا الكرام الزول في الاول. كنا نهضروا مع سعد بعقوب. مرحبا بك. سؤال اخير قبل ما نروح لاسئله المشاهدين. كنا نتحدثوا على الحراك، صرات في خاصه بعد عوده الحراك كلام كثير داخل الحراك حول مساله التخوينات، مساله الانقسام، مساله رشاد، مساله لا اسلامي لا 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 بوليسي. واش رايك في هذه المساله داخل الحراك؟ ما في الحقيقة الحراك الحقيقي ما فيش أزمة، ما فيش ما دخلوش خلافات. هذه هوامش الناس اللي حابين يديوا الحراك للسلطة ولا يجيبوا السلطة للحراك، هم اللي مدارين هذا. وأنا العبد الضعيف أنا صاحب فكرة أن نخليو كل الخلافات الموجودة بين الإسلاميين والعلمانيين نخليوها أفار ونروحوا لفكرة واحدة، هي كل الناس تتفق على فكرة واحدة، هي بناء مؤسسات تاع الدولة حقيقية ديمقراطية بالقانون ونسلموا لها الملفات اللي عندنا فيهم خلافات، ملفات العشرية الحمراء، ملفات الفساد، ملفات هذه نأجلوها نظام شرعي، نظام شرعي هو اللي عنده الحق يعالج بالعدالة مثل هذه الأمور وفي إطار القانون. السلطة ولات تخلط داخل الحراك وبدات موش من السنة الأولى، موش من السنة هذه، من السنة الأولى بدات تخلط، قالت أعطونا على طريقة أبو جهل وأبو لهب أعطونا رجالكم. خرجت أنا عليهم لقيت الشباب يتحركوا وخرجت في 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 في, في, في الإقامة اللي قالت قلت لهم الممثلين تاعنا راهم في الحبس، هو في الحقيقة موش قاصد الحبس فقط، أنا قاصد إذا كان حبيتي تهدري هدري مع هذوك. يعني باه نحيلهم الفكره تاع انهم يقسموا الناس. اذا حكايه التخوين غير وارده. بصح شفناها واحد يعني عنده رايه واحد عنده رايه رموز في الحراك راهم يخونوا بعضهم. هذه هي اللي هذا اللي حوسوا عليها. انا ضد التخوين والمفروض هذو يتخلوا حتى لو كان واحد عنده ماشي مع فكره بناء الدوله بطرق ديمقراطيه ب 25% امشي معاه، واحد ب 50%، واحد ب 60%، واحد ب 20%، واحد ما يخون واحد. حرام انهم يخونوا بعضهم مهما كان المواقف تاعهم. استنى واش صرا بين طابو على بالي مثلا. المفروض واحد ما يخون واحد. عندك التحفظ على توجهه ولا تعاطيه مما تقولوش خاين. يعني المرحله هذه ما هذه حاجه، الحاجه الثانيه اللي لازم يركزوا عليها هي سلمية المظاهرات.
وكل ما يقع فيه الشباب من اعتداءات المطلوب منهم يوثقوها فقط، يوثقوها. يعني إذا البوليس اعتدى عليك ما تردش عليه، وثقوا، لأن نحتاجوها فيما يستقبل من الزمن. هذه أساسية. إذن لا تخوين لا عنف. صح الآن يقولوا بلي كاين خاصة من العلمانيين ولا يقول لك أنا من حقي من الآن نعرف عن أي جزائر سأناضل، هل سأنضع إلى عن جزائر إسلامية؟ ما نضلش. هذه والإسلامي كيف يقول لك عن جزائر علمانية؟ أنا أشكرك على السؤال هذا. إحنا كي كنا نجتمع في مواطنة وقعنا 14-1 ضد العهدة الخامسة، ضد العهدة الخامسة وخرجت الرابعة، حتى الرابعة لا لا الخامسة، نضرع الخامسة هذه المواطنة بعد طرح نقاش كان يرسول سفيان جلالي. الجلسة كان يختار أصل، كان فيها بن بيتور، كان فيها بوشاشي، كان فيها بادي، كان فيها بوراوي، وأنا مجموعة واحد 20 ولا 30 واحد. طرحت الحكاية منها، أنا طرحت الفكرة هذه تاع من أجل كل الخلافات اللي بيننا إلى ما بعد إقامة دولة، إقامة سلطة حقيقية، نظام حقيقي، ونسلموا له الملفات هذه تاع المفقودين وتاع الإسلاميين وتاع الهوية وتاع كل المسائل اللي فيها خلافات نأجلها ما بعد، ولما تكون عدالة قائمة نعطوا لها الملفات هي تحكم بالمقدود. نطقت بوراوي ما زالت بالحياة، قالت لي سعد أنت حتحوس تزيد تعود لنا التجربة تاع 54، لأن في 54 كون درنا مشروع مجتمع ما كناش نطيحوا في المشاكل هذه اللي العسكر يستولى على السلطة وكذا. قلت لها لو كان جماعة 54 داروا برنامج تاع مشروع مجتمع ما كانش الثورة تكون أصلا. إذن احنا الآن لازم نأجلوا الخلافات هذه حتى تقوم الدولة، تقوم دولة المؤسسات، لأن لو كان ندخلوا في الخلافات هذه لا العلماني ولا الإسلامي، لأن السلطة تضرب العلماني بالإسلامي. والدليل في 91 جابت العلماني كسرت به الإسلامي، صح ولا لا؟ الآن هم يقولوا بالإسلاميين راح يكسروا العلمانيين، ما هوش من صلاحهم يكسروا العلمانيين، وما هوش من صلاحهم. الأساسي هو تغيير السلطة، لأن كي تعطي لي أدوات تاع مراقبة الأداء تاع السلطة يكون علماني ولا يكون اسمه نحيف. إذن المؤسسات هي الأصل وليست البرامج. راك قريب من مبادرة رشيد نكاز اللي يقول أننا ما نش في وضع سياسي، لنا في وضع قانوني، لازم يكون القانونيين اللي راح يديروا مؤسسات. لا وضع سياسي مش قانوني، لأن قضايا سياسية لا يمكن تحلها بإجراءات قانونية. داكو، شكرا لك سعد بو عقبة، نتلاقوا في الجزء الأخير اللي راح يكون رد على أسئلة المشاهدين. مرش راك مليح، أهلا، عندك حرية لاباس. أوكي مشاهدنا الكرام، نتلاقوا بعد الفاصل. مرحبا بكم مشاهدنا الكرام في هذا الجزء الأخير من حصة ولش المجاملة، معي سعد بعقبة. مرحبا بك. مليح سعد بعقبة ولش المجاملة؟ وي تيت خادة دي جاملة. ممتاز. وأنا ثاني ممتاز بس كان ممتاز. سعد بعقبة، راح يكون هناك أسئلة تاع المشاهدين اللي درت أنونس في الفيسبوك تاعي خلف بن حدام، أسئلة المشاهدين جاوبوا عليها بكل يعني بغيافهم باش ما ندوش بزاف الوقت، إن كان سؤال بالعربية وإن كان سؤال بالفرنسية ما كاش مشكل. ألو أسامة الأحمر، لماذا الصحافة في الجزائر لم تعد تنتج أقلاما مبدعة وحرة؟ لأن الحرية مصادرة. داكو. حول بوساحة زكريا، معتقل رأي بوساحة زكريا خرج، قالك حول المبادرة التي سيطرحها دكتور بومعرف أن إن كان مشارك فيها وما هو الحل السياسي الأنجع؟ ما سمعتش بها، وما أنا مع أي عمل وطني يخرج البلاد من الأزمة، وما نسألش على الجهة اللي تكون وراها. داكو. ما مصير عودة حسن بورجيون؟ هدرنا عليه في بداية الحصة، عودة نقطة نظام. خلاص راح. ما مصير عودة نقطة نظام؟ ما مصير نقطة نظام؟ والله عندي شوية مشاكل عائلية ممكن كنرتبها
نعاود نرجعو ولو حتى في الانترنت. داكو، ما عندكش مشروع تاع يعني ميديا ولا؟ ممكن مازال. داكو، سيدو سيدو بن عزيز ابن سعد بوعقبة يكون الصديق الوفي لمحمد طاملت رحمه الله، ادخله للجزائر وكيف وكيف؟ إذا عندكم الشجاعة قال لك كيف جاوبوا على هذا السؤال. هذا محمد طاملت قرا مع ابني في لندن، داروا عام لغة مع بعضها، كانوا ممنوحين، داروا منحة وداروا، ماهوش هو اللي دخلوا، اللي دخلوا وهذه كتبتها وتمالت في السجن حي. أنا مرة رحت لندن في إطار المغاربية، سمعت بيا طفلة مرأة كانت معنا في الشعب اسمها منى عبيدي، مدام عبيدي، سمعت بيا حبت تعرفني بمجموعة من الصحفيين الجزائريين والعرب والبريطانيين الموجودين هناك. دارت لها عشاء، جاء طامالت الله يرحمه سمع بالحكاية، جاء في لندن هو يعرفني، جاء قابلني قال لي وهذا الكلام هذا كتبته في وقته، قال لي جبدني هكذا على دوكوتي وقال لي أنا راه عندي عرض من نائب في البرلمان، بعثه لي سلال يقول لي ادخل وعندك ضمانات ما يصرى لك والو، واش باش تنصحني يعني؟ عرفني نعرف السلطه ونعرف. قلت له انا اذا عندك ضمانات من بوتفليقه ادخل، اذا غير بوتفليقه ما تغامرش. قال لي تتفصانا داخل لان امي من البكاء عينيها راح يروح. ودخل الكلام هذا كتبته والنائب رد عليا ورديت عليه وهو مازال بالحياه. شكون النائب؟ عريبي. عريبي حسن عريبي. ايوه هذا الكلام كتبته في وقته والاخر في السجن. داكو، طيب ماشي انت اللي دخلته ولا انت؟ كيف دخلوا انا؟ وين نعرف انا؟ ها هو جاوبك بكل شجاعه، خليك اللي عنده شجاعه يجاوبها وجاوبك السي خونا. الور كمال عندك ما تضيف في قضيه طامت الله يرحمه؟ وقعت عليها نقاشات، انا كتبت عليها عده مرات، كتبت عليها عده مرات. داكو. كمال عماري قال كيل نو بارل دو سون ارتيكل كي بارلي دو رول جوي بار هشام عبود دون لا ريفيلاسيون دو لا فري ايدونتيتي دو تيرورست باليستينيان ابو نضال دو سون فري نون صبري البنا كيل نو دون بلوس دو بريسيزيون سور سيت افير ديسبيوناج او بروفي دي اسرائيليان. هذا امر يتعلق بالمصالح العليا للبلاد، أرفض الإجابة عنه. شكرا. سيتو. سيتو. أوكي. بون هذا قريناه. طيب بن قريت قال لك مسيو بوعقبة شوز كو جو نو كومبرون با، فو بارلي توجور دو نزار comme étant mauvais, alors que vous avez participé à la pétition à propos de l'interpellation de Khaled Nzar en Suisse le 15 décembre 2011. أشكرك على هذا السؤال لأن أعطيتني فرصة أنوضح الحكاية. هو لما اللواء خالد نزار رفع عليه دعوة في سويسرا، اتصل بي أحد رجالي رجال نزار، قال لي واش رأيك في القضية هذه. أنا بالطريقة تاعي قلت له أنا نزار داني في الحبس ونحاني من على رأس المساء، وأرفض أنه يحاكم في سويسرا لأن أنا هنا معناها الناس اللي راحوا لسويسرا عندهم دراهم باه يرفعوا عليه دعوة، وأنا ما عنديش باه نروح لسويسرا باه نرفع عليه دعوة. أنا نطالب بمحاكمته في أرض الوطن موش في سويسرا. وأكثر من هذا كتبتها، موش هذا الكلام هذا كتبته وخرج، موش نقوله الآن. قلت لهم لما عيطوا له في فرنسا في محاكمة أيضا في فرنسا، كتبت أيضا قلت أنا أرفض أنهم يحاكموا نزار في فرنسا على أنه قتل في الجزائر، إذا يحاكموه على أنه خان الجيش الفرنسي في 58 وهرب، من حقهم يحاكموه بصح يحاكموه على قضيتهم مش على قضية هذا. وعلى فكرة نزار قابلته 3 مرات لما كان وزير الدفاع، مرتين بطلب منه هو اللي طلبني، والمجال ما يتسعش باه نذكر التفاصيل علاه طلبني، ومره بطلب مني انا، والمره اللي كانت بطلب مني انا
هي في إطار التحقيق شكون دار 5 أكتوبر في الذكرى الثانية ل 5 أكتوبر 88. أعتقد أنني واضح في القضية. شكرا. إسماعيل بوفليح، خليك أنت والكثير من منكم يريدون تبييض صورة الفيس الإرهابي. لازم تعرف بلي لما كنت على رأس المساء لما فتحوا النار على الجيش أدنتهم، ولما الجيش فتح النار على الشعب أدنتهم. الفيس دارت بيان قال هذا عميل للطغمة الحاكمة، وقال باللي راهو من الطغاة، ونزار دار قرار أعزلني من المساء وبرلاسوي داروني في الحبس، مع أني كنت نعارض الدم من الاثنين، وأنا سعيد أنني درت هذا الموقف، والفضل لا يرجع لي أنا بل يرجع إلى معلمي اللي قادني في هذا الاتجاه اللي هو مهري. تظن أن الفيس إرهابي ولا ضحية؟ لما سألني أحمد منصور إحدى المرات في الجزيرة قال لي شكون يقتل في البلاد؟ قلت له الاثنين، هذوك يقتلوا ويقولوا إرهاب والأخرين يقتلوا ويقولوا طاغوت. إذن داروا تعاونية تاع قتل ضد الشعب الجزائري في زوج، يتحملوا المسؤولية في زوج، قيادة الجيش وقيادة الجبهة الإسلامية اللي نلقى. شكرا. محمد يوسفي قال كيف استفاد ابنه من منحة الدراسة في بريطانيا؟ ابني جاء من الأوائل في جامعة دار الانجنيور عندي طافي باب الزوار، وجاء من الأوائل وعطاوا له منحة في إطار اللي كان يمدوها للناس كل. ولكن جماعة تاع الحكومة، لأنني كنت نسبهم دائما في الجرائد، بلوكاوها ما حبوش يعطيوها له. قعد عامين بعد كي جابوا تفليقة عاود النظر في الحكاية وعطاوا له المنحة راح ليها. إذن هو اللي جابها مش أنا، أنا تسببت في أنا ويا من يديروها، وكمل القراية تاعه وجارة وهنا في الجزائر. عندي طفل آخر راهو في فرنسا طبيب، شارك في مسابقة تاع الفرنكوفونية وجا، لأنه جاء ماجور دو برومو هنا في الجزائر، وبالتالي شارك في الفرنكوفونية في وراح ودار الطب تاعه ودار التخصص في فرنسا، ونورمال ما يرجع وما رجعش، لأن الفرنساويين شافوه بريان حكموه. سؤال أخير، شيء أخير، ما زال شوية أسئلة. صافو صوفي باري قال لك سؤال، علاش كان مساند الجنرال الغديري في رئاسيات وفي الحراك يقول دولة مدنية مش عسكرية؟ ما هوش صحيح. أنا شاركت غديري بدليل أنني عيطوا للمقاومة تاعه ورفضت الروح. داكو دوك مثلاش نتحدى اذا كان درت تعليق على واش كتبوا كصحفي، قلت انا جنرال يقول الكلام هذا شيء جيد. داكو. ما رياض بهلولي قال لك ما علاقه سعد بوعقبه مع الكاردينال العربي بالخير، وما هو موقفه من كبرانات فرنسا؟ الكاردينال العربي بالخير علاقتي به قطوفار. بدليل انني لما كنت رئيس مدير تاع اسمه ده ديت له زوج صحفيين ما زالوا بالحياه يشهدوا، علواش محمد علواش وحسين مصدق او في فرنسا الان، ديتهم له داروا معاه حديث وقال باللي كان وزير الداخليه قال تجيبوا لي الحديث قبل ما تنشروه، نشرته بدون ما نرجع ليه، ودرت العنوان تاعه غول الرئاسه يتحدث، ودار لي حس كبير عليها كيفاش ننشره بدون إذني. وعلواش يتذكر هذه أو ما زال بالحياة وينجم يشهد في الحكاية هذه، واسمه هاشمي نوري اللي راهو نظل معاكم هنا يدير حصة تسألوا على القضية هذه. دكتور ضيف هشام الهادي عضو مكتب وطني حزب سياسي يقول لك يعرف يعرف الصحفي سعد بعقبة أنه صاحب السلاح الفتاك عبر عموده اليومي نقطة نظام ضد الشخصيات الوطنية والسياسية وأصحاب القرار، ممكن توضح العلاقة مع دبلوماسي السابق أحمد عطاف؟
صافي كاش كاين كاش حاجه ما عنديش ما عنديش علاقه مليحه به. عطاف كان رئيس كتله في البرلمان رئيس كتله في البرلمان لما درت انا الحكايه تاع نقطه نظام نقلتها في للمساء كانت في الشعب نقلتها للمساء باش نديروا اليد هذه اليد هذه تاع خذينا نقطة نظام اللي طلبها في البرلمان يدو هي اللي اندارت في النظام هذه العلاقة اللي عندي به سؤال وأيضا كان يقرأ لي واحد النهار كتبت كتبت عمود اسمه ميركل والتلفزيون لمبركل لأن التلفزيون دار اخبار دار حاجه مش مليحه على ميركل كذا كتبت عليها انا التعليق ميركل والتلفزيون لمبركل عيط لي وقتها بالتليفون قال لي والله احسن لانه كان وزير خارجيه اعتقد دكا السؤال ما قبل الاخير فريد زرقين يقول لك ما واش رايك في الفيدراليزم اون كابيلي شوف المسؤولين تاعنا اللي رامي يحكموا في البلاد الآن مستواهم أقل من مستوى الجزائر أقل من مستوى الجزائر وبالتالي حابين يقسموها باش يحكموها مادامش ما نجموش يحكموها الفيدراليزم هو تقسيم البلاد حتى ولو كانت تكون حكاية تاع فيدرالية معناها ما نجموش يحكموها بمستوى وطني حابين يقلبوها كل واحد يدير كونتونات على قده هذا المنطق تاع الكانتونات الموجودة في لبنان ما تمشيش معنا المستوى الوطني اللي وصلته البلاد في التحرير المفروض ما يرجعش للخلف تقول لي الحكم محلي يعني تسير اطلق معناها لا مركزية خلي الناس سيّ شؤونها خلي الناس سيّ شؤونها هذه مش معناها انا شفنا امريكان مثلا والمانيا والولايات المتحده نظام فيدرالي ماهيش مشكله في اطار الوحده الوطنيه تعزز الوحده الوطنيه تعزز الوحده لان لازم المسؤولين يكونوا عندهم طابع وطني وليس قال ما قدرناش نسيروا البلاد كامله وعلى فكره انا مره قال لي السفير الامريكي دار لي غدا وقعدت معاه وكذا قال لي انتم البلاد كبر من المسؤولين تاعكم وبالتالي عندكم مشاكل في تسيرها قلت له ردوا بالكم ارض بالك تدخلوا لكم انا تقلبونا دويلات احنا ما نقبلوش البلاد هذه سقيناها بالدم وماتوا عليها مليون شهيد من الحدود للحدود ما نقبلوش تعاود ترجع كونتونات داكا اخر سؤال لرؤوف ايلي ماسرايس كي سون لي برينسيبوز اكتور اي كومون لالجيري بوتيل فير فاس ا اون بيريود دو ترانزيسيون واش لي اكتور يعني شوفهم الآن المشكل الأساسي هو قرار سياسي في إرجاع السلطة للشعب وفق المادة 87 شكون يديرها وكيفاش يديرها المؤسسة العسكرية هي تتحمل المسؤولية في هذا لأنها هي اللي دات السلطة من الشعب في 62 الآن هي المسؤولة أمام القضية هذه وما عندناش حل إلا بقرار سياسي حقيقي يرجع السلطة للشعب اخر سؤال لكيكي حمدان اسكو فو باساج سور المغاربيه دون ريزون دو فو كلاسي كوم اسلاميست هذو الناس اللي يحكموا كيفاش نكون اسلاميست اسلاميست ولا لايك انا مسلم ولست اسلاميست لا هل مع النظام يعني سياسيا يعني احنا قاعد مسلمين ولكن نظام سياسي محسن بن عباس لايكي ويكون معنا في المغاربيه داكور صح ولا لا صح تشخص سي فري وي لكن تشخص براوي صح اوسي هل انت لائكي او اسلامي نزعه سياسيه ناخذ الايجابيات من الاسلاميين والايجابيات من الوطنيين والايجابيات من اللائكيين قلنا ما كاش الوسط قلنا ما كاش الوسط لا لا, لا 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 كاين اشياء يعني انا ما نحشمش نمشي وراء محسن بن عباس فيما يطرحه الان داكور من الديمقراطيه وما نخافش انني نمشي مع الوطنيين بقايا الوطنيين في جبهه التحرير الهرندي عندما يتعلق الامر بالمسائل الوطنيه وما نحشمش انني نمشي وراء بالحاج فيما يطرحه من قضايا تاع الهويه والامور المرتبطه بالحاج 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 علي بالحاج
لأن علي بالحاج الآن ولا وطني خير من من من, من ملايين الجزائريين الموجودين في فلان الآن، إذا كان موجودا فيها ملايين. تبدل إيمانه؟ لا، دار قراءة حقيقية ولا وطني صح اللي طرحه الآن. إنه هو يقول لك ضد الدستور ضد الديمقراطية. ما كاش منها. الديمقراطية كفر. ما كاش منها. راهو هو راهو يقول الآن انتخابات حقيقية. ناخذ من هذه أنا. نكم. شكرا سعد بوعقبة، صافي بليزير، يعطيك الصحة، درنا ساعة ونص بخمية فات طولت هكذا الحصة، يعطيك الصحة أستاذ سعد بوعقبة، عندك شوية حرية مليحة صافا هنا صافا إن شاء الله مليحة. إن شاء الله خفت المقص ما لا لا بعد بتشل المقص تخاف الحرة ولا القليعة. شكرا لك سعد بوعقبة، ميرسي كي ميدوسيل. باكونتخ الناس بزاف أسئلة قالوا لي ما يحبش القبائل. نو بالعكس انا بالعكس انا ديست صافي ضد القبائل ما كاش منها. بومدين بومدين انا رحت معاه لمنطقه القبائل في البرنامج الخاص برنامج الخاص تاع تيزي وزو رحت معاه ما كاش واحد ما كاش كنت نحس باللي راهو ينتقم من الفقر في زردازه لما شفته يطارد في الفقر في منطقه القبائل لان المنطقه جبليه كيف كيف صح صح ما كاش في سعد باقبه ماهوش مونتي كابيل ولا قال كان يساند القائد صالح في هذه النقطه. لا قائد صالح دار عليا بيان في مجلس الوزراء. لا فوقت هذاك قبل 12 جامي جامي سعد باقبه وطني بيان سور نعرفك بهذا ربي يحفظك. شكرا لك سعد باقبه لحضورك معي يعطيك الصحه. مشاهدينا الكرام شكرا لكم، تلقاو نهار تنين ان شاء الله. شكرا قعدوا غاستي برونشي افيك لي بروغرام سلام تي في. ميرسي.